تبع الجيز برضو، بس هنخش من ناحيه الاستريس اناليسيس. اي حاجه ده شابتر هنشتغل منه، شابتر 14. الاستريس اللي موجوده على السنه دي يا شباب بتتحسب ازاي؟ كان في من كام شهر كده مصنع من مصانع الاسمنت جاي، يا جماعه الحرب ده فيه مصيبه معانا، جاي يا جماعه المصيبه اللي معاكم معانا ترس بتاع الفرن، الفرن بتاع مصنع الاسمنت لو حد فيكم راح مصنع الاسمنت كبيره جدا ضخمه، يعني القطر بتاعها بيكون تقريبا من 3 ل 5 متر، حاجه قد الاوضه دي كده او قد الارتفاع بتاعها كمان، والطول بتاعها يكون برضه على حسب المصنع والانتاجيه بنتكلم من 40 ل 70 متر طول. خلاص الفرن دي المفروض انها بتلف تقريبا من 4 او 5 ار بي ام، حاجه بسيطه خالص يعني بسيط. تمام، بتلف ازاي؟ بيلففوها ازاي؟ بيلففوها عن طريق ان هو بيجيب ترس كبير حواليها، ترس حلقي، وكمان الترس ده كبير يا شباب بيتقسموا على نصين، بيكون مقسوم على نصين يعني بتصنع على نصين وبتركب كده تركيب، لدرجه ان هو لو اتاكل بيقلبوه، يعني ايه بعد ما بيتاكل من الدم فبيقلبوه الاسنان دي. طب الترس الكبير ده مثبت على الفرن عن طريق ايه؟ مصلات كده، يعني هي حلقه، هي حلقه تمام معاك يا شباب الشمس اهي، حلقه كده، والحلقه دي طالع منها بليتس لازقه في جسم الفرن، حاجه زي كده يعني كده تمام، ممسوكه بطريقه ما مسامير وبتاع وكده. والترس ده عشان يلف لازم يكون في ترس تاني بني موجود معانا اهو، وده اللي هو متركب فيه ايه؟ الموتور والضغط بتاع اللي ايه؟ اللي شوف انت توقع بس الباور بتاعته قد ايه؟ عشان يقدر ايه؟ يلفف الليله دي كلها. في نفس الوقت طبعا لازم يكون عندك ايه؟ جورنال بيرنز، جورنال بيرنز تكون برضه يعني هنا بتبقى في حلقات ثانيه بس سموث، يعني مش ترس لا حلق اللي هو فلات سيرفيس، وهنا بتبقى في زي كده رولرز موجوده كده بيلف عليها، رولرز زي ايه؟ بيشد الليله. فاهم حاجه في الفرن دي او في المصنع ده هو الفرن دي اللي هي كلينكر لو وقفت المصنع كله واقف وشغال 24 ساعه كله، هنا في لهب النار اللي هي داخله من هنا دي بتخش هنا شويه عشان ايه؟ تعمل لك النار تصير لك الحاجات اللي جوه الخامه اللي هو بتنزل من الجبل دي والطفله مش عارف ايه وتخليهم لك ايه تسهرهم يعني. فلو وقفت زي ما قلت لك المصنع كله واقف والانتاج واقف والخسائر مهوله، حتى انها ما بتوقفش يعني لازم تشتغل 24 ساعه، لانها لو وقفت بتبرد ولو برد عشان تعيد تسخينها تاني بتاخد فتره كبيره قوي. فالفرن عليها ترس واحد، فلو حصل مشكله في الترس ده كده يعني ايه؟ اولا مفيش منه سبير، يعني انت عشان توقف تغير وتفك انت عايز ممكن اسابيع بس عشان تقدر تعمل حاجه زي كده. ده اذا كان الترس نفسه موجود في قلب المصنع، شغال ما بيبقاش موجود، انا المفروض معمول ان هو بيشتغل سنين كتير قوي. المهم قمنا هنا في الهندسه اللي هو بيحاول ان الترس ده فيه تاكل شديد جدا. فعايزين نجيبوا الدكاتره من الهندسه هنا، ادي الترس اهو جاي كده ترس عادي خالص تمام، وليه كمان في تاكل شديد جدا؟ طبعا هم في المصانع الاسنان الشباب دايما بيعملوا عمره تقريبا سنويا، بيكون كل بيراعي فيها كل المينتنانس بروسيجرز، يعني بريدكتيف ومش عارف ايه كل الصيانات التنبؤيه، يعني هو بيبقى من قبل ما يوقف عارف هيغير ايه. المهم البيتنج ده وصل تقريبا يا شباب عمقه بتقريبا ممكن يعني ممكن يوصل ل 7 8 ملم، متخيل حفره قد صباعك عمق لجوه. طبعا هنا في تزييد، يعني انا بس شايل الكفر اللي موجود من هنا وكده،
البيتنج اللي حصل ده وهنا في يعني خدوش موجوده وكده، فالستريسز العاليه جدا دي يا شباب اللي موجوده على السنه في اي لحظه ممكن تطير لك السنه دي. يعني بيحصل عندك ستريس كونسنتريشن موجود هنا كبير جدا نتيجه للبيتنجز اللي حصل، الخدوش اللي حصل ديت ده معناه ان في فورس كبيره جدا موجوده، فبناء عليه كان ممكن الاسنتر تقف في اي لحظه. طبعا هما دايمين او طلبوا مننا ساعتها ايه السبب بتاعته. طبعا كان في ناس كتير وراحت ان الموضوع كبير ومكلف جدا ودخل فيها حته اللوبريكيشن وازاي بتتغير امتى والمزوجه ودرجه الحراره والفلو بتاع الزيت قد ايه والفلترز، انت ما بتدرسش حاجه واحده بس. فتخيل بقى لو انت جبت سنه او ترس او صممت بدون ما تحسب الاسترسز لعدد الاسنان ده، انت ممكن تصنع ترس ويكون غير قادر ان هو يشيل الاحمال اللي موجوده معاك. طيب الاسترسز اللي موجوده كام؟ احسبها ازاي؟ وهل هتكون كافيه ولا مش كافيه انها تشيل الاحمال الموجوده معاك ولا لا؟ ده موضوعنا. تمام؟ فاحنا هنفوكس على ايه؟ على الاسترسز اللي هي موجوده على الاسنان دي وبتتحسب ازاي؟ عندنا تو ابروتش او طريقين بيحسبوا بيها الاسترس. اول واحد اسمه لويس بندنج اكويشن، وده يا شباب بيعتمد على ان هو بيعمل ايه؟ بيقول لك ان السنه دي عليها فورس تانجنشال يبقى عليها بندنج. عليها ايه؟ عليها بندنج. وبدا في البروسيجر او الاستنتاج بتاع ايه؟ بتاع المعادله بتاعته. الجماعه الامريكان عملوا ابروتش خاص بيهم اسمه اجما AGME. ان شاء الله هنشوف لو ما خدناهوش المره دي هناخد المره الجايه ان شاء الله. طيب تعالى كده ندردش مع بعض في الموضوع اللي موجود قدامنا ده ونشوف هو ازاي استنتج المعادله بتاعته دي. الراجل هنا قال لك كلنا عارفين ان انا لو عندي بين زي ده، بين ده اهو، وعليه فورس. الفورس اللي بتعمل بندنج مع الترس هنا دبليو تي تانجنشال ولا راديال او نورمال؟ تانجنشال. اللي بتعمل بندنج تانجنشال. تمام؟ اللي هي دي. تمام يا شباب؟ فراح نسمي لك الفورس دي ايه؟ دبليو تي. وقال لك ان العرض ده هسميه اف، هو هسميه اف سماه اف، وسمى ده تي، وده لينس ال. فلو انت عايز لو انت عندك بار زي ده وعايز تجيب البندنج